بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من السيناريست أيمن بهجة أمر والمخرج عمرو عرفة في فيلم ابن القنصل الذي عرض العام الماضي وقام ببطولته أحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل، يستعد الاثنان للتعاون مرة أخرى معا في فيلم جديد يكتبه حاليا أيمن، ولم يتم اختيار أبطاله حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من كتابة السيناريو. ولا أقول لك يا نهار اسود هي بكاتب كاتب خربت، ولا الناس دماغها هربت، ليه نسيب غيرنا يا عيرنا، وده يقطم وده يتواد، والضحكة اللي في وشي والملح اللي